ورحمة الله وبركاته. معاكم أشرف أحمد أمين، مبلط سيراميك شركة البواني. بالنسبة لشغل السيراميك وبالنسبة للسيفتي، لازم السيفتي كل حاجة المهام لازم تبقى كلها كاملة. أول حاجة هلمت، الهلمت ده ممكن تبقى شغال تنزل حالة من فوق، هنا في حماية، دي حاجة. الحاجة الثانية النظارة، في صاروخ، في شرس ممكن تخش في العين كده، خش في العين اما كده ها تبقى تمام. جرافز ما في مثلا ميه نار في حاجه كده ها تحافظ عليه، هذا جرافز فاتت جرافز كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه العكس، فيست، الفيست ده الميزه دي ها بيبقى ايه بيعكس، لو انت بالليل شغال بالليل في اضاءه ها بيعكس، ما في اضاءه بيعكس، انت مشكله انت اغمى عليك انت تقع عليك حاجه يبقى الهواء بيظهر. تاني هذا السيفتي، السيفتي 100 100، هذا سيفتي كويس، ممكن صاروخ كده يبقى بصر لك هنا ماشي. تاني ممكن في مسمار خش هنا، يبقى هذا كله مهام سيفتي كويس. هنا عندنا في شركه البواني سيفتي 100 100، فايز، طلحه، عدنان، مطوع، كله تمام من التمام، كله سيفتي 100 100. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.